سيدتي سادتي، مرحبا بكم، أسعد الله نهاركم أينما كنتم. سينيوري سينيوري، بونجورنو وبين فينوتي. احنا اليوم في الضاحية الشمالية قرب طريق كراكسي، وعنا الفيلا هذه للبيع. هي في الحقيقة فيلا صغيرة أو دار. سيامو نلا زونا نورد فيتشينو لا سترادا كراكسي. E abbiamo questa casetta in vendita. Il misaha al-jumliya dell'aqara hiya 160 metri murabba ardan wa al misaha al-mughatta taqriban fama hakayat 150 metri murabba bin luta wal fouq. La superficie del terreno è 160 metri quadrati e il costruito è più o meno 150 metri quadrati. Quadrati. Dunque una casa stile duplex, si compone di tre camere da letto, salone, cucina, bagno, bagno nel piano terra e un altro bagno nel piano primo. C'è un parcheggio interno per la macchina, un piccolo giardino e un terrazzo di dietro. تتكون الدار هذه من ثلاث غرف وصالة وكوجينة وصال دو لو صال دو بان وصال دو دونك واحدة لوطة واحدة فوق. فما باركينغ للكهرباء للسيارة وجنينة صغيرة وفما تراس من تالي. دونك الدار هذه ستيل دوبلكس مبنية لوطة الفوق. فوالا فاسيلمون اكسيسيبل، الدخول بتاعها ساهل ما كياس طريق واسع. بيوت كبار وايري بالكدار تدخلها الشمس، شبابك واسعين. دونك هذه البيت الاولى الموجوده في الطابق السفلي كما تشوفوا، بيت واسع شباكها واسع ويطل على الجنينه او التراس التنين. فيها ارموار، فيها ارموار وتاخذ الشمس في اخر النهار. كويستا لا بريما كاميرا سيتواتا في البيانو تيرا. Come vedete è una camera abbastanza ampia con un armadio e una finestra, una grande finestra che dà sul terrazzo e il giardino di dietro. بالتأكيد الدار هذه تتطلب بعض الإصلاحات والتحسينات. Questa casa ha bisogno di un amiglioramento. هذه الكوجينه كما تشوفوا، كوجينه متوسطه مش كبيره برشا وتحل على التراس والجنينه التلانيه. questo la cucina che apre sul terrazzo e il giardino di dietro. هذا التراس التيراني كما تشوفوا، نتاع قاعدة نتاع سهرية، نجم نتعشاو برا نقعدو برا، وفما شوية خضار دونك جنينة صغيرة أغرياب. questo terrazzo di dietro come vedete c'è un posto per mettersi fuori per cenare, anche mettere il tavolo fuori vicino alla cucina. E c'è un po' di giardino. دار جديدة تقريبا عمرها من 7 سنين تقريبا. هنا كازا نوفا كونستروييتا دا 7 سنين بيو مينو. دونك هذه الصالة، صالة واسعة تري بيان ايري، الشمس تدخلها بالكدا سيرتو في القايلة روتاسيون نتاعها قبلية. كويستو الصالون هي باسانسا امبيو ونا فينيسترا ونا بورتا سود ويست كي دانو باسانسا لوتشي، هي باسانسا
luminosità. دونك الدار هذه كنا مبنية على طابق سفلي طابق علوي، ها كملناها الطابق السفلي وها باش نطلعو فوق قبل ما نمشيو للطابق العلوي باش نوريكم صال دو با. هذه صال دو با اللي في الطابق السفلي، فيها بينوار شبه هيك يعني عجلينة. كويستو البانيو ديال البيانو تيرا. Abbiamo detto c'è una tre camere da letto, una piano terra e due lassù, nel piano primo. Donc qui habite le hammam sta a tavolo con lui. Questo bagno nel piano primo con una doccia. هذه البيت الاولى بيت واسعه شباك كبير. دونك كويستا لا سيكوندا كاميرا دي البيت الثانيه البيت الاولى في الطابق السفلي. هنا كاميرا امبيا كون لا غراندي فينسترا. Primo ed è terrazza al tavolo con lui. Ok, di pizzetta se dovete capire che mi ha scelto terza camera, l'avete visto, è anche abbastanza grande. Dunque di andare via dar col mane temere di shurut fa un top che ha un parking lì dentro fa 3 giut زوز بيوت حمام، واحدة بنوار الغلطة أو فما دوش الفوق. والمثاق القانونية متاعها ريقلة مسجلة في دفتر الخانة. هنا كازا كومبليتا دونك تشي سونو باسانسا كامل تري كامل داليتو بيكولو جاردينو باركيجو انترنو ستيل دوبليكس. I documenti sono in regola, tutto a posto. Il prezzo richiesto per questa casa è 220.000 dinari. Dunque 220.000 dinari fanno più o meno, siamo verso 70.000 euro. سعر المطلوب 220,000 دينار تقريبا في 70,000 يورو. باش تكلمونا تتصلوا على الرقم 54-040-771 ولا 27-110-310. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. Per visitare potete chiamare 54-040-771 oppure 27-110-310. Grazie per aver seguito e arrivederci.